الكمثرى الحمد لله محققه نجاح برضو معايا في الزراعه، كلمنا عنها عموما، بتحتاج نسبه ملوحه قد ايه او تقدر تتحمل لغايه درجه كام؟ بتتحمل لغايه درجه 800 جزء في المليون. وهنا كانت عند الملوحه كام؟ الملوحه كانت هنا عندنا وصلت ل 1150 على البير اللي بيروي الكمثرى. 1150 كان شكل الانتاج ايه بقى؟ كان شكل الانتاج طبعا ما كانش فيه المحصول الغزير دوت العام الماضي، كانت كمية المحصول الموجودة على الشجر كانت تختلف خالص، كان مواصفات الثمرة برضو فيها تشوه، طعم نفسه ما كانش تمام، زاد ان النموات طبعا كانت الشجرة ما فيش، لان الكمثرى من الحاجات اللي هي ممكن يعني تتأثر جدا بدرجة الملوحة العالية. بس انت في نقطة ذكرتها لي، في اكتر من محصول نسبة التشوهات، معنى كده ان انا لما بستخدم مياه معالجة بتقضي على موضوع التشوهات عندي؟ اه طبعا، يعني شايف في تماثل في تماثل وما فيش تشوهات، والثمرة بتديني تجانس في الحجم وفي اللون كمان، لان لما بتبقى فيه نسبة الملوحة لازم يحصل تشوهات في الثمرة وقلة المحصول، يعني المحصول ما بت يعني كان عندنا المحصول 20% من المحصول دوت، يعني كان اكتر حاجة على الشجرة كان 20 كيلو مثلا. السنة دي في شجر وصل لحد 80 كيلو ما شاء الله. محصول 80 كيلو. لسه احنا يعني ممكن ان يبقى طبعا لسه في الثمرة بتزيد في التحجيم. يعني الشجرة انا عايز اتكلم على القمم، انا شايف ان حتى القمم معايا فيها انتاج. القمم ديت طبعا في قبل ما نركب الجهاز دلتا ووتر كان عندنا القمم ديت ما بتبقاش فيها محصول، لان كانت بتبقى جافه، يعني في موت اطارف، فبالتالي في موت اطارف مش هيبقى فيه محصول. انا شايف اهو امام الكاميرا وبنقول اسال مجرب، حتى القمم فيها انتاج، وانتاج مرتفع، مش مجرد ان هي ثمره او اتنين، لا ده انا عندي انتاج وانتاج قوي. والبشمهندس بيقول لي ان انا قضيت على موضوع التشوهات، بقت عندي ثمار متماثله في الحجم في الشكل، فده كله يعني انا بزود من الدخل، من دخل القوم المصري. كنت عايز اضيف لحضرتك حقيقه ان احنا عندنا ميزه في المزرعه هنا في محصول الكمثرى، ان بالرغم ان الظروف الجويه اثرت على الكمثرى خارج المزارع كل بيعاني السنه دي ان ما فيش محصول، رغم من كده احنا عندنا محصول، ودي ميزه بعد تركيب الجهاز ان احنا عندنا محصول مقارنه بالمزارع الخارجيه عن اي مزرعه. في تحدي هذا العام ارتفاع درجات الحراره، كان في لفحه، اللفحه كانت زياده السنه دي، يعني اللفحه كانت زياده، احنا حاسين ان الجهاز جاب نتيجه سند معانا، لان طبعا في عناصر في التربه كسرت، اللي هي العناصر الصغرى، الحاجات اللي كانت قبل في الاثناء قبل الجهاز كانت في ملوح، الملوحه كانت مصلبه، العناصر الصغرى والكبرى تفتتت مع تركيب الجهاز، فاصبح النبات يستفيد بان ده كله في كميه العقد الموجوده على الشجر زادت. فاحنا عندنا السنه دي كل الناس، وحضرتك في مزارع موجوده ممكن يعني تسال يقول لك ان المحصول الكمثرى السنه دي قليل جدا. احنا حذرنا من الموضوع ده وقلنا ارتفاع درجات الحراره بيحتاج ان احنا نتخذ التدابير اللازمه، ومنها ان احنا نحافظ على جوده المياه. معالج المياه المغناطيسي قدر فعلا ان هو يحقق نوع من الحمايه لاشجار الكمثرى داخل هذا الموقع. بشكر حضرتك يا فندم. احنا دلوقتي في تكعيبة عنب اسبيريو مطعوم على اصل فريدم. الحوشة اللي احنا فيها ديت عمر 5 سنين، كانت بتروى بماء سابقا، حصلت فيه مشكلة في المية فكانت ظهرت ملوحة فأثرت على النموات، فلما بان وعملنا تحليل ايه سبب تأثير احتراق الأوراق والمشاكل، فوجدنا أن المية نسبة الملوحة فيها كانت تعدت 1000، فعلى طول عملنا أبحاثنا وجرينا لقينا أن فيه جهاز لتحليل الملوحة، استخدمنا الجهاز، عملنا عرفنا فكرة الجهاز طبعا أن هو بيحلل المية، بيحول الأملاح لأيونات صغيرة متناهية الصغر
بيمتصها النبات، بيحول المية برضو يكسر الروابط اللي هي الأيدروجينية بتاعتها، فبالتالي بيبقى النبات سهل الامتصاص وبأقل كمية من المية بتكون صالحة للامتصاص، وبأقل كمية من الكيماوي بيكون له تأثير قوي على الشجرة. فإحنا في مرحلة دلوقتي تم جمع المحصول والحمد لله، وجابت محصول الحمد لله كتير كويس جدا عن العام الماضي نتيجة تغيير نوعية مية الري بعد تركيب الجهاز اللي هو الخاص بالأملاح، وكانت النتيجة مرضية والحمد لله. الخوخ من المحاصيل الحساسة جدا لدرجة الملوحة، خصوصا لما تكون الشجرة في عمر النمو في بداية الزراعة. حضرتك قلت لي دي زرعت امتى؟ ده 20/1/2018، يعني السنة دي واحنا في شهر 7 اهو، بداية شهر 7 دي زرعت بقالها 7 شهور تقريبا. انا شايف ان هو المعدل الخضري جيد، لا يعني الشرح من حضرتك هيكون اجمل. لا هو حضرتك بالنسبة للخوخ ده المعدل النمو دي جيد جدا، لان احنا زارعين لسه بقالنا 7 شهور بالرغم الظروف الجويه اللي احنا فيها، الحراره العاليه دي طبعا بتاثر على النموات، والا الحمد لله النتائج يعني باينه لحضرتك ان في نموات على مستوى الغيط. ده مساحه 32 فدان زارعينهم في 20/1/2018 خوخ فلورد، ده يعني في بعض الناس بتقول لا مش مصدق انه مزروع السنه دي، يقول لك انت زرع من السنه اللي من 2017، لكن بعون الله ده كله يعني راجع ان في برنامج شغل كويس، وفي عندنا الجهاز اللي هو دلتا ووتر معالج الملوحه، ده بان معانا في النموات ومعدل النمو بالنسبه للشجر الخوخ. انا عايز بس هاكد على حاجه، احنا النهارده يا جماعه موجودين في مشاريع من المشاريع الاستثماريه الضخمه، مشروع زراعي كبير، فلما بنرصد النتائج داخل هذا المشروع احنا جايين عشان نأكد على ان استخدام العلم وتوظيفه التوظيف السليم هو اللي يؤدي لنتائج مقبولة ونقدر ان احنا نحقق من خلاله هامش ربح. النهاردة احنا بنتكلم من الخطاطبة وارض زراعية صحراوية، اراضي من الاراضي الصحراوية اللي تم استصلاحها وزراعتها، فيها ملوحة في التربة وملوحة في المياه، بتحتاج ان احنا دايما اي مستثمر داخل على هذه الاراضي بيقولك لا انا هشوف المحاصيل الاكثر تحملا للملوحة، لكن احنا النهاردة بنتكلم على محصول من المحاصيل الاكثر تأثرا بدرجة الملوحة، والحمد لله باستخدام العلم وتقنية معالج المياه المغناطيسية قدرنا ننجح. مزروع السنة دي بقالنا 7 شهور تقريبا، مواصفات الشجرة جيدة، معدل النمو الخضري، السقان فيها تماسك وقوة مبشرة. انت النهاردة بتزرع شجرة عشان تاخد منها بكرة خير، والبخير بشير وبعينة على هذه الاشجار. بشكرك يا فندم.